عشان نروح نسمع بقى كلام علمي اكتر ونعرف تفاصيل اكتر، خلينا نروح لدكتور حازم خميس رئيس مجلس اداره النادو المصري، وهي طبعا زي ما كنت بقول لحضراتكم المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات. يا دكتور بونجور، طبعا في البدايه على حضرتك. صباح الانوار. صباح الفل. يعني عقار الترامادول ده اثار جدل بقاله او بيثير جدل بقاله سنوات اكيد كتيره. انا هروح مع حضرتك ولازم نعرف دور المنظمه طبعا في البدايه في توعيه هنا كافه الاجهزه الطبيه لكافه الالعاب، التنسيق كمان معاها لمنع تناول الترامادول، بس في البدايه خلينا نسمع من حضرتك كلنا ايه اضرار اصلا هذا العقار، عقار الترامادول. اتفضل يا دكتور. حضرتك الترامادول ده بين كيلر، يعني بيتاخد عشان يزيل الالام، من مجموعه الاوبيات اللي هي احد انواع المخدرات، المواد المخدره يعني. الدواء ده يعني استخدم في الاول لتسكين الالام المجرحه لمرضى السرطان والعياذ بالله، يعني لانه بيبقوا عايزين حاجه عندهم الام مش عاديه. ابتدى يستخدموا الناس بعد كده لثلاث اسباب غريبه جدا. السبب الاولاني انه بيخليك صاحي لفترات طويله. الحاجه الثانيه انه بيزيل اي وجع، اذا عنده وجع في العضلات، وجع في جسمه، عايز يبذل مجهود كبير لساعات طويله من غير الام. وثم استخدامات جنسيه، بعض الاعتقادات عن استخدامه كحاجه منشط جنسي. ده اللي خلى الناس تقبل على الترامادول بهذا الشكل، الى ان الدوله حط الترامادول من المواد المخدره وصرفه بقى بروكتات واختام وحط في جداول المخدرات. ده الوضع. الدواء ده خطير جدا. الدواء ده قد يؤدي الى الوفاه، قد يؤدي الى توقف التنفس، قد يؤدي الى توقف القلب. فعشان كده عشان اي حد ياخذ هذه الادويه دون وصفه طبيه محدده قد تودي بحياه هذا الشخص. للاسف الوادة للوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات تاخرت كثيرا جدا في تقييم عقار ترامادول للرياضيين. ليه؟ الناس كان فكرها ده دواء للمرضى. ايه دخل الرياضيين؟ ايه اللي خلى الرياضي ترامادول؟ يعني الربط بعيد شويه. الربط بعيد. فما كان الابحاث بتقول ان الدواء ده في بعض الرياضيين ابتدت تاخده، كان الوادة تقول لك تاخده ليه؟ لعيب بيلعب رياضي، ده لا بيزود العضلات ولا بيزود التنفس، طب انت هتاخد ترامادول ليه؟ فكان البدال لاجل ان الوادة قيم موقف الترامادول في العالم. الى اللجنه العلميه الوادة خدت قرار ان في يناير 2024 سيتم اعتبار الترامادول ماده منشطه. المشكلة إيه؟ بتبقى يا فندم اثاره في الجسم لفترات زمنيه طويله، لان من ضمن الكلام اللي اتقال ان اي حد هيتعاطى هذا العقار دلوقتي حتى لو اتعمل له تحليل للكشف عن المنشطات في اول 2024 هتظهر النتيجه بتاعته ايجابيه، فالى لا 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 ولا لا ده كلام مش مظبوط؟ لا كلام. الترامادول بيقعد في البول من يوم لاربع ايام. اوكي. بيقعد في الشعر لمده 6 شهور. بيقعد في الدعاب لمده 48 ساعه. بيقعد في الدم 24 ساعه. اوكي. هذا التحذير سببه ان الرياضي في ناس اتعودت عليه مش قادر توقفه، لانه يزيل جميع الالام. الرياضي اللي بيلعب رياضه عنيفه عضلاته بتبقى بتهدمه، بعد الاكسرسايز بيبقى بيتالم، فابتدى ياخد الترامادول لازاله هذه الالام. المنظمه نزلت تحذير عنيف ان انت مش هتقدر تستغنى عن هذا المركب، فانت عرضه مع اول تحليل ليك يكشف انك انت كنت بتتعاطى الترامادول. طيب انا عايزه اروح مع حضرتك برضو لنقطه اخرى، يعني هل احنا بنتكلم هنا لو بعدنا شويه عن الرياضيين، لو رحنا للانسان العادي، هل تاثير الترامادول ممكن ان هو للشخص العادي ياثر عليه سلبي، ان هو فعلا يؤدي للوفاه؟ يعني خليني افهم، اصل في كده انا نفسي مش فاهماها نقطه، ازاي هو بين كيلر وفي نفس الوقت قد يؤدي للوفاه، وفي نفس الوقت البعض كان بيقول ان هو بعض سواقين النقل وغيره يعني نصحوا ان هم ياخدوه علشان يقدروا مثلا لو شغلهم على فترات ساعات طويله ان هم ياخدوه، فلا الربط ده انا مش فاهماه مع حضرتك يا دكتور، لو تشرحوا لي اكتر. اي دواء من الاوبيات اللي هي المواد المخدره دي بيبقى ليه كذا وظيفه، والكذا وظيفه دول مرتبطه بالجرعات. بمعنى اوكي، انت ممكن تاخدي قرص اسبرين يضيع الصداع، صح؟ صح. لو خدت 4 قراص اسبرين قد يعمل لك نزيف في المعده. الترامادول نفس الكلام،
ممكن العيان ياخد قرص ترامادول او قرصين ترامادول يزيل له الوجع. اخد انا ثلاث اربع قراص ترامادول زي ما الناس ابتدت تتعود، يجي لهم مشاكل في التنفس، مشاكل في الادراك، مشاكل في الوعي، مشاكل في عضله القلب، مشاكل في الكلى، قد يؤدي الى توقف التنفس وتوقف القلب. اوكي. حضرتك لو انت خدت، لو اللعيبه او الشخص خد قرص ترامادول وحصل له مصيبه، ما كانش حد خد الترامادول. القصه بتاتي من كميه اكبر من الجرعات وكميه قريبه من الجرعات. فده اللي ادى الى المخاطر الجسيمه اللي الناس حصلت لها. اوكي، يعني احنا هنقول هنا ان هذا العقار لن يمنع ولكن سيتداول في الاسواق مع روشتة او بريسكريبشن طبيه، ولا يصرف الا بهذه الشهاده او الروشتة الطبيه. يعني ده اللي احنا بنقوله. هو ده الوضع الحالي، محدش يقدر يصرف ترامادول اصلا غير روشتة طبيه مختومه من مستشفيات ومراكز الاورام فقط. اوكي. يعني هو بيهرب بقى، او يعني بيتم تداوله بشكل غير قانوني. البلاك ماركت بقى الناس كارثه والله العظيم. وقد ما يكونش ترامادول حقيقي، ده المصيبه الاكبر، ان انك انت ممكن اديك قرص اقول لك ده ترامادول وانت مش عارف ده ايه اساسا. طب برضه دكتور حازم، بعيدا عن الترامادول، يعني بشكل عام في عالم المنشطات حصلت قبل كده أكتر من وقعة في أكتر من بطولة عالمية في رياضات مختلفة إن تم إيقاف لاعب ما أو لاعبة ما نتيجة إن في تحليل اتعمل لهم بشكل مفاجئ أثبت إن هم تعاطوا منشطات، وبعد كتير من التحقيقات بيتضح في بعض الحالات فقط مش في كل الحالات بطبيعة الحال، بيتضح إن اللاعب ده تناول طعام ما بيحتوي على مادة ما بتظهر بشكل إيجابي في التحليل على اعتبار إن هي مادة منشطة، علما بأن هو ما تناولش أي منشطات ومجرد تناول أطعمة عادية. فهل في أطعمة معينة أو ده سؤال جميل جدا. أشكرك. دلوقتي أي واحد أي لعيب بيتعمل له منشطات، بيتعمل إزاي المنشطات دي؟ إنك أنت بتاخد اللعيب دول راندمايز فجأة اكوردنج للخطه المعموله من المنظمه المحليه او في بطوله دوليه. تمام. عينه دي بتتاخد بتتحط في قاروره، القاروره دي مصنعه في مصنع وحيد في سويسرا. القاروره دي بعد انت ما تحط عينه البول بتتقفل بغطاء، الغطاء ده لا يمكن فتحه الا بمكنه معينه، موجوده المكنه دي في 32 معمل في العالم فقط. يبقى فرص التلاعب في العينه قد يكون 0%. ده رقم واحد. تمام. رقم اثنين، العينه دي بتوصل للمعمل الدولي المعتمد تتقسم الى A و B. ال A يتم تحليلها وال B يتم احتفاظ بها 10 سنوات. ليه؟ لان هناك صراع، عارف الصراع بين الحق والباطل والخير والشر؟ طبعا. في صراع بين اللي بينتجوا المنشطات. اكيد. وصراع بين اللي بينتجوا الاجهزه لتكتشف المنشطات. طبعا طبعا. انت ممكن اللعيب دلوقتي ياخد منشط الاجهزه الحاليه ما تقدرش تعرف عليه. الو، انا سامعينك يا فندم، اتفضل. سامعين حضرتك. لو اكتشف ان اللعيب ده تحت اي ظرف كان واخد منشطات بتسحب منه الميداليات زي ما انت شايف. طبعا. في دول اتسحبت منها الميداليات باثر رجعي. تمام. صح. اللعيب لو اكتشف انه بوزيتيف منشطات، مين اللي بيعرفه؟ المعمل، الاتحاد الدولي بتاع اللعبه، والمنظمه المحليه، والوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات، كلهم على خط واحد، على كمبيوتر واحد. ايوه. فاللعيب ده في اربع جهات عرفت انه ايجابي، اوكي؟ ايه المتاح للعيب ده؟ اول حاجه يتقبل العقوبه. ثاني حاجه يعمل لجنه اسمها لجنه استماع، يجيب بقى دفوعه اللي سابتك بتقول عليها دي بقى. يجيب دكاتره، يجيب محامين، يجيب الاكل اللي كاله، احنا بنراجع نوعيه الاكل ده وان الاكل ده فعلا كان فيه الماده دي ولا لا. فدي كل بعد كده في لجنه اسمها لجنه الاستئناف. ثم المحكمه الرياضيه الدوليه. طبعا. ثم الواد، عشان كده الحقوق. لا كده ثم الموضوع كبر قوي يا دكتور حازم. وعشان هي مراحل تقاضي. صحيح. انا عايز اقول لحضرتك حاجه دلوقتي، يعني هل حضرتك ظروفك تسمح ان احنا ممكن نعمل حلقه كامله عن المنشطات؟ طبعا. لو تسمح لنا وننسق مع فريق الاعداد الاسبوع القادم دكتور حازم. يا ريت. احنا خلاص. احنا رائع. خلاص رائع جدا. هخلي حد انا وكريم من الاعداد معانا ان شاء الله في الفريق يكلم حضرتك، تكون معانا باذن الله فقره كامله نتكلم بكل الجوانب.
الزملكاويه ما يزعلوش مني ان انا طلعت على قناه الاهلي. احنا كلنا مصر يا فندم، وبنتكلم عن موضوع مفيد للكل يا فندم. يعني حاجه بصفتي رئيس المنظمه اكيد 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 احنا مش عايزين حضرتك غير كده عامه. لا لا، لكن عايز الزملكاويه يزعلوا مني بقى والبس انا في الموضوع. حضرتك دكتور، حضرتك جاي بصفتك دكتور بس. وهنتكلم مع حضرتك في موضوع يهم كل الاطراف وكل الرياضيين المنتمين لمختلف الانديه. شرف لي. احنا دايما بنتشرف بحضرتك يا فندم. نشكرك على وجودك معانا في حلقتنا النهارده. شكرا جزيلا.